شركة كهرباء فرنسا إيديف، أكبر منتج للطاقة في أوروبا، وصلت إلى اتفاق مبدئي لرفع حصتها في أديسون سبا إلى 80% مقابل 700 مليون يورو. وتبلغ قيمة أديسون في السوق نحو 4 مليارات يورو و400 مليون. وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر لها خلال الأشهر التسعة الأولى بسبب عقود غاز مكلفة.